كاد يعيش النازحون في مخيمات مديرية طرباحة في ظروف شديدة السوء في غرب محافظة الحج، مخيمات تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، حيث اضطرت هذه الأسر الهاربة من جحيم الحرب للعيش فيها فيما تعد أقرب إلى العراء منها إلى مخيمات تجنبهم غيظ الصيف وبرودة الشتاء القارس. ولا أن احنا جالسين بطول البحر، لا في معانا خيام ولا في معانا فراشات ولا في معانا كلام، العيال لا ماتوا من البرد، عيالنا الذكور تقلبوا بين التراب، ما مش معانا كلام، معي كمبول مقطع، شو كل ساعة رجعوا فوق واحد من القوال، هاك بنشوف من مشد حقي. والآن احنا بالعرة والقلة، ويدري الله بحالتنا، الواحد معه ستة سبعة قوال ثمانية قوال. النازحون هنا لا يتلقون الرعاية من الحكومة أو الدعم من المنظمات الإغاثية التي لا تزورهم إلا في حالة نادرة، وحتى إن قامت تلك المنظمات والمراكز ببعض الزيارات فهي لا تقدم لهم سوى الوعود بعد أن تكون قد أجرت حوارات مطولة معهم حول أوضاعهم بغرض دراستها، لكن هذه الدراسات هي كل ما يخرج بها النازحون هنا. يعني يسجلوا نحن ويشلوا رقم بطائقنا وآسامنا وقزعوا نحن ولا شيء. هناك منظمات حاولت أن تأتي وتوضع مسوحات لبناء مساكن اللي هي مؤقتة، مثل الطرابيل، يعني غرفة مع حمام مع هذا من الطرابيل والأخشاب، إلى أنه إلى الآن لم تصل هذه المنظمة وتوفي بغرضها حسب الوعود اللي وعدتنا. سلسلة من الأزمات المتفاقمة تضرب بهؤلاء النازحين هنا، أبرزها احتياجات الجانب الغذائي، حيث صار الجوع يلازم حياتهم إلى جانب الأمراض المتفاقمة. عياننا مرض بين الشمس، ولا معانا المفارس، ولا معانا زي الناس، ولا معانا أكل مثل الناس، نحن نصلح بين الشمس. استمرار الحرب جعلت النازحين بطول الباحة يواجهون ظروفا مأساوية غاية في الصعوبة، ناهيك عن التهميش الذي جعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأوبئة وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.